مرحبا، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكون صحتكم واحوالكم بألف ألف خير. ان شاء الله يكون موالكم طالع. واش راكم مع البرد؟ كيفاش راهي الاجواء عندكم؟ تحبوا الصيف ولا الشتاء؟ المهم اليوم في فيديو جديد. كما كتشوفوا راني في دارنا، دارنا قديمه، جينا هنا باش نديروا تحضيرات لعيد ميلاد جوري. كاين عيد ميلاد خويا اللي هو 2 فيفري، وعندنا عيد ميلاد جوري في 4 فيفري، راح نديروهم نورمالمون كيف كيف. هبطت تكبيل هي الاولى، باسكو كانت هي اللي حدير لنا اللاير كيك. ديجا اي طيب زوج، وحده نورمال، وحده تاع فاخر، وحده تاع بنتي جوري، فديجا وجدت. والاخرى دوزيام ديجا راهي طيب هنايا، وانا جيت باش نبدا. بسم الله، انا راح نخدم بوب كيك، وباغي ندير لي كاب كيك، ومعلي باش نشحط نزيد. يعني هذا هما اللي الحاليا اللي راهم في راسي. حاجه واحده اخرى مازال ما خممت لها والو، هذا تاع التارت اللي تحط فيهم، ها هذا هما اللي حنا نخدم بهم. اوكي دوك نبارطاجيها معاكم. عاوكم البارح اللي قاعده في الليل نطلع، خرج لي الفيديو تاع العام اللي فات، كيما كنت ندير ثاني تجهيزات تاع عيد ميلاد. دخلت لي واش فرحت، هزيت منه طاقه، هزيت منه كل شيء. لقيت روحي درت لي تختولات من الفواكه، والله ما شريت هنايا الحق. الكيوي لقيتو ديجا ب 80000، البنان 45000، وكنت ثاني درت لها هذاك، طبعت لها الشكل ثاني تاع واسمو دبدوب ولا من عارفه ايش اسمه. المهم انا راح ندير فيه هادو اللي كنت وريتهم لكم في الفيديو اللي فات. ها هادو يتباعوا بالحبه، كاين بالحبه وكاين تشري بات كبير فيه 100 وحده ب 80000. انا هذا شريت الوحده ب 800، يبيعوا فيهم الوحده ب 800، جبت 15 وحده. ها وهذه كريمة، هذه تخدم بها. هذو كامل تاع ماما، هذي درت مقص تاع ثاني باش تحشي بهم الكيك اللي راح ديرو. اول حاجة نبداو بكاب كيك، نبارطاجيه معاكم. هذه الوصفة جديدة راح نبارطاجيها معاكم. هنا كيما كتشوفو اول حاجة بديت بها اللي هي الكاب كيك، بيت نبارطاجي معكم هذه الوصفه. اول حاجه درت زوج بيضات، ومن بعد زدت لهم قرصه تاع الملح، وحطيت عليهم نص كاس تاع سكر. ما يهزش المقادير بزاف، وسهل ماهل. تبقاو ديروهم بالمضرب اليدوي، ماشي شرط تستعملوا المضرب الكهربائي، عادي المضرب اليدوي. اهم حاجه انكم تخلطوا المكونات مليح، ذوبوا هذاك السكر، ومن بعد وليو زيدوا عليهم بيضات تاع ياغورت كيما تحبوا المذاق. من الاحسن ديروا فانيليا، انا هنا استعملت ما لقيتش الفاني، استعملت غير الفريز. هذا مكان بنفس هذيك العلبه اللي شتوها تاع الياغورت، استعملت فيها نص تاع العلبه كريمه سائله. بهذيك العلبه نص نص باطا تاع كريمه سائله. ها شوف هذه كريمه سائله اللي استعملتها، ومن بعد وليت ضفت عليها ربع كيس تاع الزيت. كما قلت لكم يعني ما فيش مقادير بزاف، ولا في غير تقريبا يجيب زوج بيضات ويطيح لكم كميه مليحه. ومن بعد وليت زدت كاس ونص تاع الفرينه، وزدت عليهم واحده ونص خميره، واحده ونص خميره تاع الحلويات. هكذا خلطتهم البنات مع بعضهم، ومن بعد توليو تحطوه. اهم حاجه غربلوا هذيك الفرينه تاعكم، ما تحطوها شكلها. والله غير شوفوا يجي خفيف ويجي هايل. انا هذه الوصفه اول مره نبارطاجيها معكم، ديما ندير وصفات واحد اخرين بارطاجيتهم معكم. هذا المره حبيت هذا نديرو خفيف ويجي بنين ثاني، وسورتو يجي فيه ريحه بنينه بنينه بنينه.
رجعت لداري باسكو رجعنا للدار روحنا وثم انا خدمت الكاب كيك مزال البوب كيك كيما كتشوفوا انا هنا عندي كميه تاع كيك تحبوا ديروا موسكوتشو تحبوا تشريوا اللي ما عندهمش ولا ماشي حابين يخدموا تقدروا تشريوا هذيك الباطه تاع المادلين هذيك اللي دير 10000 نورمالمون فيها 10 حبات تجيبوها وتفتوها هكذا ولا اي بقايا تاع كيك ولا كيما تحبوا نتوما. ها هو انا فتت مليح وراح نزيد له هذه اوبتيلا سما نعجنو بالاوبتيلا شوفوا دوكا حنجيب النور جد الديكور هذو زدت شريت هذو تاع راني لقيتهم عند واحد اخر هذو تاع المايس هذو ثاني إلسا فروزن هاني جبتهم وزدت شريت هذو شريت في الغوص في الازرق زعما هكا يجيو كيف كيف حبيت هكا ننسق نفس الالوان جبت منهم كولير ورحت شريت ثاني هذه شريتها الجوري باش تلبسها مع لاغوب تاعها ما لقيتش بيضه طول وراح عليا الحلو هذه ما تبانش باسكو شوفوا شريت لها بوت ما يجي طويل هذه ما تبانش شريت وحده ليها وجبت ثاني وحده هذه تاع جوري هذه الصغيره وهذه تاع راني الكبيره ها ما يبانوش من تحت فيهم الغوص باسكو راح يلبسوا وجبت الجوري ها مش عجبت اني عباكم يشبه تاعي هذاك الباج اللي شريته من مصر جاي بزاف هايل وكيوت جبتو لها في النوار كان في الباج وفي النوار ما حبيت نجيبو لها في النوار خير ها كاين من كبار كيف هو جاي هبل
هذو. قلت لكم دوك انا نبداو بالديكور. انا بالنسبه للديكور كما كتشوفوا هنا كاين البالكو، وقلت ندير هاد الديكور هنايا. ها التلفزيون الحيه. بالنسبه للديكور نعلقو هنايا، جاني هنا الشكل تاعو خير. هاني راح نبدا نوجد ونديرو المايس. دوكا جينا باش نخدمو الكوشار. كيما كتشوفو كانت عندي هذه الكمية، انا راح نستعملها. القدرة فيها شوية تاع زيت. طبعا محمود هو اللي حيخدم لنا الفوشار، هو اللي دائما يخدمو كل مرة بنعمل انا. هيك كل مرة يديرو هو. هنا حطينا هذه قدرة فيها شوية تاع الزيت، ومن بعد نولي نحطو فيه هذاك هذا المايس. البنات ثما راهم يديروه مالح، كاين اللي يديرو مالح حلو ومالح، من الأكثرية يخدموه مالح. يعني أنا من ها رحت نلقاهم يخدموا غير المالح، ما يديروش الحلو خلاص. احنا أكثر حاجة ناكلها اللي هو الفشار المالح. هي ما ناكلش اللي هو الفشار الحلو هذا. احنا نديرو هنا أخي الحلو، وكاين المالح، بصح الأكثرية نشوفهم يديروه حلو، مي هما ليه الأكثرية يديروه مالح. والله اعلم. نتوما قولوا لي اسكو ديروهم مالح ولا حلو. شوفوا عندي 6 عولة بالي ولا يعملوا لك الله هنيسه، ممكن يعملوا لك 6 يعملوهم يعني ان شاء الله يعملوا. ها يا اب هات المعلقه اللي نقدر نقلب بها عشان يفرقع الفشار دلوقتي. شوفوا شوف بدا هوبا. هيا شوفوا كامل هاو تنفخ. شوف انا يعني ما عندي حاجه فيه الحق، ما ناكلوش بزاف، ما ناكلوش اصلا. راه حط ما لقى غير هذه، قال لك اعطيني هذه نحط فيها سخنه. تحت كاني تفرقوا شوية، بصح ما عليه. شوفوا دير يعني خير ربي دير مليح الله يبارك. هنا كيما كتشوفوا البنات كملناه، ها هو مازال غير نخليه يبرد. احنا درناه حلو ماشي مالح، باسكو حنا يحبوا الحلاوة هنايا، فنخليه يبرد برك ومن بعد نولي نحطو في ذوك العلب اللي شريتهم. جاني الله يبارك كمية، انا ما حطيتوش يجي قد هكذا. كملت مازال غير نعلق الديكور هذا المكان، خليت حتى الغدوه بربي ان شاء الله صباح، وباش نعلقو باسكو غدوه عندي الحفله. غدوه ان شاء الله نعلقو، خفت نعلقو دوكا على بالي صباح نلقاه طاح، فاني وجدتو. شوف نفخت كل شيء، ها تموت بالفرحه باسكو تموت عليها إلسا وفروزن هذا. فالمهم قلت حتى الغدوه صباح ان شاء الله نعلقو الديكور باش ما يطيحناش. شوف تحركت باش ما يطيحناش. خلصت كامل درت هذاك الفوشار ووجدت كل شيء، مازال غير الديكور هذا مكان الطابله ونعلقوا الديكور. المهم دوكا نخليكم، شكرا لكم بزاف على الدعم تاعكم. ما تنساوش تابوني في القناه، مرحبا بكم في الانستغرام، ونقول لكم دوكا تهلاو في روحكم، تلقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.